السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم واحد الفيديو غنديروا فيه ان شاء الله واحد الطريقه ديال الدنجال، يعني سلطه ديال الباذنجان او سلطه ديال الدنجال او الدنجال مشرمل بواحد الطريقه يعني مغايره شويه. كنا كناكلوها شحال هذه، كانت كتصايبها واحد السيده من العائله مني كنت انا صغيره، انا هي كتعجبني وكنحمق عليها. واليوم قررت انني ندير معكم هذه الوصفه، بقاو معايا باش تشوفوا التفاصيل. هي طريقه سهله جدا ولكن كتجي لذيذه بزاف بزاف. اذا عندي هنايا درت البرمه، درت فيها شويه الماء، ها هو يعني غير واحد شويه لحقاش الدنجال دغيا كيطيب. غنفورو ان شاء الله، غنفورو الدنجال في البرمه. هذه هي الخطوه الاولى. عندي هنا الدنجال القياس اللي على حسب يعني العدد ديال الاشخاص اللي كاينين في الدار. انا درت هنايا 4 ديال الدنجالات وعندي الملحه. الدنجال كنغسلو وكنقشرو، وبشرط ان هذا الرويس هذا خاصو يبقى، هذا الرويس خاصو يبقى كتنجريه كتقطعيه الا كان شي وساخ، الا كان دوك الشويكات اللي كتكون هنايا كنقشرو الرويس مزيان وكنخليوه وكننقي الدنجاله. ممكن نخلي شويه ديال القشره بحال هكايا، واللي بغى يحيدها في خطره يحيدها في خطره، ماشي مشكل. صافي كنشد الدنجال، كل دنجاله كنضربها هكا على 4. نحاول انني ما نهبطش المستل لحد باش كيبقى شاد راسو. كل دنجاله كنضربوها على 4. الدنجال راه فيه منافع كثيره، نتوما كتشوفوا ملي كيتقشر وكيجلس غير شويه كيبدا يتاكسد، يعني راه فيه مضادات الاكسده وتا هو فيه الفيتامين، حتى هو خصنا ناكلو وخصو يكون في الاغذيه ديالنا اليوميه لانه صحي وفيه منافع كثيره. وهاد الطريقه اللي غنديروا بها يعني راه مقلي ما والو، بالعكس كيجي زوين وكيجي صحي وكيجي لذيذ بزاف وكيتقدم كسلطه مع يعني مع الغداء مع العشاء. عندي ها نتوما الدنجال، من بعد ما كنحلو كناخذ واحد القياس ديال الملحه كنديرو الوسط، الوسط ديالو ما نكثروش بزاف باش ما يجيش عاوتاني مالح. حيت راه ضروري غادي نديرو لاصوص وغادي تكون مالحه، يعني نديرو بعين الاعتبار اننا ما نملحوش. الدنجالات اللي خديت شويه كبار، المهم انا غنكمل مقاده. صافي طريقه سهله جدا ولكن ملي غتجربوها غتعجبكم وغتبقاو ديروها ديما حيت كيجي لذيذ بزاف بهذه الطريقه وصحي كما قلت لكم، ما مقليش ومشرمل بواحد الطريقه زوينه بزاف، كيبقى هكا على هذا الشكل هذا كيبقى شاد راسو. ها نتوما صافي كنغطي عليه وكنخليه واحد شويه ماشي بزاف دغيا كيطيب. الدنجال راه معروف دغيا كيطيب. في هذه الاثناء هذه كنخلي الدنجال ديالي كيتفور وكنمشي انا كنوجد ليه لاصوص ديالو. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ونكملوا. دابا من بعد ما وجد الدنجال ها هو تفور، ها هو هنايا باقي في الكسكاس ما حيدتوش. كنحط التوابل ديالي كنستعمل وزيت العود، قزبر ومعدنوس والثومه هما في ديك الكراده، ومطيشه محكوكه ها هي هنا في المقله. ها هي درت جوج مطيشات محكوكين. المهم كما قلت لكم مطيشه والدنجال على حسب القياس. كندير شويه ديال زيت العود. علاش قلت لكم صحي؟ لانه ما فيهش زيت الروميه، ما فيهش شي حاجه اللي ماشي صحيه. عندي القزبر ومعدنوس والثومه هما، كندير كميه كثيره شويه باش كتجي عاطيه ديك الريحه ديال الثومه والقزبر ومعدنوس في الدنجال. كندير الملحه على حسب الذوق، انا الملحه كنفضل نديرها بيديا ديما شاده عباري في يدي، حيت اصلا درت في الدنجال ما نبغيش يكون مالح.
ندير معلقه ديال الخرقوم ومعلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون عامره، السودانيه واحد شويه على حسب الذوق، ضروري خص تكون فيه السودانيه باش كيجي شويه حار، واحد شويه ديال البزار صافي. وكنحرك هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم باش كتميلونجا هاد لاصوص تقريبا بحال لاصوص ديال الحوت، تماما تماما بحال لاصوص ديال الحوت، وزايده عليها مطيشه. حتى هاد لاصوص راه كنصايبوها يعني مع الحوت، هاد لاصوص ديال المطيشه كتبروا مع الكنوز والثومه وزيت العود وكنقدموها مع الحوت، نفسها هي تماما صافي. كتبقى كتشحر هكا واحد شويه، مباشره كنضيف الدنجال. ها هو راه باقي سخون، انا ما خليتوش كاع يبرد، باقي سخون. كيف حيدته من كيف طفيت عليه، كيف حطيت مطيشه باش تشحر، يعني راه باقي سخون. خصو يبقى شاد راسو من الاحسن، يعني تنهزوه بشويه باش يبقى شاد لا فورم ديالو ما تخسرش. صافي دابا نقادو في المقلة. صافي شنو خاصنا نبداو؟ نبداو كنهزو لاصوص وكنحاولو اننا ندخلوها معاه لداخل هكايا، وفوق كنقص شويه البوطه وكنستمر بنفس الطريقه باش ما يتحرقش. نقص شويه البوطه نحاول نحل هذه حتى هي باش حتى هي ندخل ليها لاصوص من الداخل ديالها. هذا هو الدنجال ديالنا، نقرب لكم اكثر. ها هي هذا هو الشكل ديالو، نزيد نقص البوطه وغنغطي عليه واحد شويه باش كيشرب ديك لاصوص مزيان، حتى كي يعني كيشرب ديك لاصوص وكتشرب هذيك المرقه اللي كتكون في مطيشه كتنقص ما كتبقاش، يعني كيتشحر مزيان وكيجي شارب وكتبقى غير ديك مطيشه من الفوق اللي درت فوق الدنجال صافي. وواحد شويه ديال لاصوص الجهد اللي غيتحط معاهم في الطبسيل، يعني خاصو يكون شارب صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. ها انتم طريقه سهله ولكن كتجي واعره لذيذه 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 بزاف وزاله، يعني طريقه مغايره للدنجال. ما حدني هكا كنحرك فيه وهو كيزيد يشرب، كيتبخر داك الماء اللي فيه وكيتشحر. وها هو الدنجال ديالنا من بعد ما وجد، اولا السلطه ديال الدنجال ساخنه، اولا السلطه الساخنه ديال الباذنجان ها هي هكا قدمتها، خليت واحد شويه ديال لاصوص باش كندوزو داك الخبيز ديالنا. ممكن اللي ما بغاهاش ينشفها اكثر يقدروا تنشفوها اكثر، يعني ما تبقاش كاع. انا كتعجبني هكا شويه ديال لاصوص، هذاك الشيء علاش خليتها. ها هي المقيله ديالنا حيدت منها وبقاو هادوك. ممكن هذاك الشيء اللي بقى ديروه في واحد الطويساس ديال الدجاج وديروه في الثلاجه وتبقاو تجبدوا منه، يعني شلاضه بحال اليوم وغدا كيبقى مزيان، تعاودوا تحطوه يعني شلاضه مع الغدا ولا مع العشاء. كنتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم وتخليوا لي التعليقات ديالكم، وشكرا والى اللقاء.